هون دي بوكس يتحطوا هنايا او نيفو دو لاريفي. طبعا وجودنا هنا من بين اهدافه اننا نحضر قمه المنتدى، وبالتالي طفنا على كل الاجراءات التي سوف تتخذ ونحن على اتم الاستعداد. زياره التفقد للمطار بوليفوميديان تدخل في اطار تفقد الاجراءات، تقييم الاجراءات سواء الامنيه او الجمركيه، وطبعا اعطاء التوجيهات والارشادات فيما يخص تسهيل هذه الاجراءات، تسهيل ظروف السفر لكل المواطنين سواء داخلين من الى الجزائر او خارجين من الجزائر. وأكدنا في هذه الزيارة أيضا على ضرورة التنسيق بين المصالح، كل مختلف المصالح التي تتدخل في هذا الإطار.